هي كلمة تشجيعية إنه يعني تعالوا تفضلوا واستمتعوا. أول ما بلشنا في دراسة تنظيم بطولة كأس العالم كنا احنا نفكر كيف تكون في آلية نقدر نسهل فيها على جماهير كأس العالم التنقل والاستمتاع بجميع الخدمات في دولة قطر. بسبة النجاح جانا توجيه من القيادة الرشيدة في الاستمرار في تفعيل منصة هيا وتكون بحيث تخدم جميع النشاطات السياحية. الحين احنا وصلنا إلى 9 أنواع تأشيرات سياحية، أكثر من 10 خدمات تخص الفعاليات في دولة قطر. ولكن إذا كانت هناك فعاليات خاصة في دولة قطر، خلينا نقول فعاليات كبرى مثل الإكسبو أو كأس آسيا أو أي شيء، وكانت هذه الفعالية تتطلب تأشيرة تكون خاصة فيها، كون هذه الفعالية مدتها الزمنية أطول، منصة حية من استطاعها أن هي توفر تأشيرة خاصة للفعالية هذه، يكون من حيثها تخدم الزائر أن يستمتع بهذه الفعالية في المدة الزمنية المطلوبة. في كأس آسيا الوضع الطبيعي ساري، الأبواب مفتوحة حق جميع أنواع التأشيرات. جميع الخدمات اللي أنا ذكرتها لك أنا قدرت أوفرها حق كأس آسيا، والحين هم قاعدين يتمتعون في استعمالها في تنظيم البطولة، ونفس الشيء يلعب على إكسبو وعلى بطولة العالم للسباحة اللي جاية قريب إن شاء الله.